الفقير متجدد بهالبراندز هيدول بهالعروض، عائل فقير متغير بمفهوم الفستان والبدلة الرجالية، عائل فقير عم بيصمم للفاميلي ستايل الكبار والصغار، فكل وحدة بتلاقي طلبها وكل واحد من هالجميع بيلاقي طلبه. لأنه المرأة العربية بحب أقول أنه فرضت مفاهيم، وخاصة الخليجية، مفاهيم عند كبار من البراندات والديزاينرز بالعالم أنه يصمموا لبس عربي مستوحى من البيئة العربية والخليجية. فأنا بقول لهم أنه المرأة العربية والخليجية هي مرأة عالمية، قد ما بنستوحي منها، قد ما هي متطلبة، قد ما هي عندها الأنا بمفهوم اللبس، عشان هيك كتير بنتعب لحتى نرضيها. افتتحنا دار عقل فقيه بالرياض، بالعليا، بالعقارية بلازا. كانت من الخطوات كتير مهمة بحياتي، لقيت إقبال كتير كبير من السيدة السعودية بالأخص، وقديش عندها خبرة وقديش عندها إلمام بمفهوم الذوق والموضة، عن جد أبهرتني. عن جد حسيت للحظات كتير هيك صغيرة بالخوف بالتحدي، انه هالقدي عندك سيدة مميزة، هالقدي قديش بدك تتعب لترضيها. كان قبل كتير صعب لبس امرأة، ولكن هلأ صعب لبس رجل، لأنه هالقد الرجل مهتم بالموضة، هالقد لازم أنت تعطي الرجل اهتمام وتعطيه باشن لمفهوم الموضة، لأنه في كتير خيط رفيع بين مفهوم الجمال الرجولي ومفهوم الجمال الأنوثي. أكيد فساتين الزفاف عندي فستانين، واحد بيرجع ل الإليزابيثيان إيج، في كتير من المميزات، فستان خالي من أي نوع من الكريستالز واللمعان، لكن بيعتمد على فخامة الأقمشة. أما الفستان الآخر اللي حيكون في كتير من الجمال، كتير من المفهوم العربي، من الشك، من التطريز، بتلبسه وصيفة ملكة جمال لبنان أميرة طفيلي. في كتير من المميزات اللي بتحبه الصبية العربية اللي بتوجها كأميرة دايما بليلة عرسها.